مساء الخير عليكم خياتي خواتاتي. اليوم ندير لكم حال بيسهل مهل تاع الدار تفرحوا عيلتكم به. هكذا شوف عندنا ريت الحليب، وعندنا حصه من رطه حبات تشينا، وزدنا لهم شويه ماء وشويه ما زهر نزيدوه هنا، ومغيرف زوج مغارف تاع شربه هكا تاع ما زهر. شوف نزيدوهم للحليب، ومن بعد الحليب شحال نزيدو له؟ نزيدو له وحده زوج ثلاثه اربعه خمسه سته. شوفوا انا درت ست مغارف، وانتي على حسب المذاق، انتي شحال تحبي حلو ناقص حلاوه، انتي شو تحبي سكر تزيدي له. ونزيدو له شويه لافاني هكذا، يعني نص مغارف. وكيما ثاني العصير تاع تشينا نزيدو له ثاني شويه تشينا، نزيدو لها شويه سكر، ونشوفو نخلطوها ثاني ونشوفو المذاق تاعها لا حلوه ولا لا. ودوكا الحليب نزيدو له من مايزينا. كتشوفو هذه 9 مغارف، هنا 9 مغارف، وفي المايزينا 3 مغارف ثاني كيما هذه، ونحطوهم فوق الفرن تاعنا هكذا. نحطوهم هكذا كما راكم تشوفوا، نحطوهم بارد في بارد مليح قبل ما تحطيهم فوق الفرن، نتفاهموا، تحطيهم كامل بارد في بارد وتخليهم يواسيو حتى يتعقد كي العصير تاعنا هذاك تاع التشينا والواسم، ومن بعد نوري لكم واش كيف نزينوه. شوفوا خياتي هكذا لاطيش تاعو، شوفوا حتى هكذا تقال لنا كتشوفوا وتشينا. دوكا نديرو التزيين تاعو، لا دوك نكملو تزيينيها.